ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فسيرا على دأبنا السالف السابق في تبصر بصائر القرآن العظيم، نستفتح بحول الله عز وجل بصيرة أخرى من بصائره، وذلك قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، إلى آخر الآية. هذه الآية العظيمة البصيرة هي من أهم النوافذ على الكون، ومن أهم المسالك إلى تبصر عظمة الخالق جل وعلا، وهي كذلك من أشد وأعظم حجج الله على خلقه، ولذلك جاءت في هذا السياق سياق التحدي. فمن قبل كنا نتحدث عن تحدي الله عز وجل خلقه وإعجازهم أن ياتوا بمثل هذا القرآن، ولذلك كانت الآية المذكورة إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إلى آخر الكلم القرآني العظيم، لذلك قلت كانت آية، وإنما الآية العلامة الدالة على شيء، وهذه آية أي علامة دالة على ما لله عز وجل من سلطان، ومما سبق وسلف ذكره من صفات الخالقية ومقتضياتها. ذكر الله عز وجل في القرآن مثلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، إلى آخر الآية. فقال الكفار ساخرين متهكمين: ما بال هذا الكتاب فيه ذكر الذباب على سبيل السخرية والاستهزاء؟ والله عز وجل جل ذكره قد ضرب الذبابة مثلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، وأمر بالاستماع، وإنما الأمر بالاستماع دال على أن المثل شيء عظيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ثم ذكر المثل: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، أي ذبابا على سبيل المثال، ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعت حكمتهم وعلمهم وخبرتهم الأولى والآخرة، فلن يخلقوا ذبابا. حينما ذكر ذلك جل وعلا وورد من لسان الكفار ما ورد من سخرية بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالقرآن العظيم، جاءت هذه الآية: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقدمت الكلام من أن هذه الآية وما في معناها هي مفتاح من مفاتيح الكون، كل الكون، وذلك أن من أعظم أسرار الحياة الحياة نفسها. الحياة، ما الحياة؟ من يستطيع أن يعرف الحياة ويقول الحياة كذا وكذا وكذا؟ هذا مفهوم مغلق، لم يزل كذلك ولن يزال كذلك إلى يوم القيامة، ولا أحد استطاع من قبل، ولا أحد استطاع الآن، ولن يستطيع أحد في المستقبل أن يورد حدا جامعا مانعا لمفهوم الحياة، ولا لمقابلها مفهوم الموت. أن يشنو هي الحياة؟ شكون يستطع يشرح الحياة؟ لا أحد يستطيع. وإنما دأب الناس في تعريف الحياة أنهم يعرفونها بلوازمها، وكذلك الموت يعرفونه بلوازمه. يعني معنى ديال هذا الكلام لما نقول شنو هي الحياة، الحياة ما تستطع تعرفها هكذا بشكل مطلق، يعني لا تجد العبارة المرادفة إطلاقا، ولكن كنمشي ونمثل نهرب إلى المثال، فنقول إنسان حي أو نبات حي أو حيوان أو دابة أو حشرة فيها الحياة، يعني أنها كتحرك كتأكل كتشرب أو كتنفس، يعني فيها صفة من صفات الحياة. فإذا كانت من حيوان من بهيمة أو من إنسان، فوجود التنفس مثلا دال على وجود الحياة، أو إذا كان في النبات فوجود ظاهرة النمو، حاجة كتكبر نبتة وكتكبر كيبان بأنه حية،
ولكن هذا الشيء كله ليس تعريفا للحياة، هذا تعريف ديال اللباس ديال الحياة. بحال تماما شي واحد دايز مجهول، حينما ترى شخصا مجهولا ما كتعرفوش ولا يعرفه من معك وتريد أن تعرفه وأنت تجهل حاله وكنهه، تضطر آنئذ إلى تعريفه بلباسه أو بشكله، تقول هذاك اللي لبس جلبة خضراء أو بيضاء، هذاك اللي طويل أو هذاك اللي قصير، فتعرفه بصفاته الخارجية لا بكنهه وجوهره، ما كتعرفوش شكون هو فلان نظرا لأنك لا تعرفه. فكذلك الشأن كيوقع لنا مع الحياة، الإنسان بين يديك حي، ها هو حي، ثم حينما يقدر الله عليه الموت بين لحظة وأخرى يقول الناس إنه قد مات، ماذا حصل بالضبط؟ لا أحد يعرف، على الحقيقة لا أحد يعرف، حتى واحد ما يقدر يشرح لنا المعنى الحقيقي الجوهري الكامل لمعنى كونه كان حيا ثم مات، ما نستطيعش نعرفه أشنو هو المعنى ديال كان حي ولا المعنى ديال مات. أش هي مات؟ كنقولوا فارق الحياة. وشنو هي الحياة؟ نصل إلى الباب المسدود، لأن الحياة معنى غيبي مطلق مستمد من صفة ومن اسم من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، الحي جل وعلا، الحي سبحانه حي بذاته، لم يستمد الأحياة من أحد، وإنما هو مصدر الحياة جل وعلا، يهبها لمن يشاء وينزعها ممن يشاء في الوقت الذي يشاء هبة وقبضا، الحي المحيي. ولذلك كان هذا الاسم داخلا في اسمه الأعظم الحي القيوم، وقد ورد الخبر الصحيح بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن اسم الله الأعظم في آية الكرسي وفي أوائل سورة الأنعام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحياة صفة مجهولة المعنى غيبية الجوهر، حتى واحد ما يقدر يوصل للمغزى الحقيقي ديالها. حينما يموت الحي أي حي من الكائنات فإننا لا نستطيع أن نحد بالضبط ماذا حدث، إلا أن نقول فارقته نفسه أو فارقه روحه أو فارق الروح، هذا الشيء اللي كنقوله، كان عايش حي مات طلعت روحه، وما الروح إذن؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما النفس هذه التي بين جنبينا؟ لا أحد يدري، لا أحد يستطيع أن يجد لذلك معنى معروفا له بدايته وله نهايته. والغريب في هذا المعنى العجيب أن الله عز وجل وزع معناه في سائر الكائنات، في سائر الكائنات الحية، الإنسان كنقولوا الديلمات خرجت منه الروح، والحيوان البهيمة إذا مات هل فقد أيضا هو الروح؟ لا أحد يستطيع أن يجزم بشيء. النبات أوليس فيه الحياة؟ بلى، النبات هو حي، فإذا مات هل معنى ذلك أنه فقد الروح؟ لا أحد يستطيع أن يجزم. كيعرفوا الناس ديال المنطق ديال الزمان الإنسان، كيقولوا الإنسان حيوان ناطق، والناطقية جاية من كون عاقل، فهل معنى ذلك أن غير الإنسان ليس بعاقل وليس بناطق؟ طبعا كلا، بالنسبة للمنطق القرآني لا أحد يستطيع أن يجزم بهذا. ونملة، نملة خاطبت أختها، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ووصل خطابها إلى سليمان بإذن الله فتبسم ضاحكا من قولها. إذن كأنه نوع من الحوار حصل بين عاقلين، بين ناطقين، لكن لكل منطق. وقد علم سليمان منطق الطير، منطق الطير يعني كلامهم ولغتهم، لها منطق، لها كلام، لها عقل وإدراك، لكن هل على وزان العقل البشري؟ لا أحد يستطيع أن يجزم. وهذه التي نسميها جامدات كالجبال وكالأرض نفسها وكالسماوات، نحن ننسب إليها الجماد على أنها غير حية غير ناطقة، بينما القرآن العظيم يحدثنا عن شيء آخر، عن الجبل يخضع ويخشع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والخشوع شعور قلبي، إحساس يوقع في القلب، وإذا كان للجبل شعور
فمعنى أن به نوعا من الحياة، مش بالضرورة الحياة كما نعرفها نحن، ولكن ربما بطبقة من طبقات الحياة، والحياة طبقات ودرجات. فالذين يستشهدون ويقتلون في سبيل الله لا يموتون بالمعنى المعروف المعهود للموت في الكتاب والسنة، ولكنهم يحيون بنوع آخر من الحياة، يدخلون طبقة أخرى من الحياة، وقد ماتوا بما نعرف من أمارات الموت ولوازمها. شيء عجيب إذن أن يتبصر الإنسان هذا المعنى. فرب العالمين، رب العالمين حينما يشعرك بما في قلبك من حياة، الله جل وعلا يحدث الناس ويقول لهم انتبهوا، راه عندكم واحد المعنى فوسطكم لا تعرفون، يعني بلغة أخرى أنتم لا تعرفون أنفسكم أيها الناس، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كل منا يحمل بين جنبيه شيئا اسمه النفس، شيئا اسمه الروح، شيئا اسمه الحياة. هل تستطيع أن تعرف نفسك؟ لا تستطيع. إذن أنت لا تعرف نفسك. وأجهل الخلق بنفسه الإنسان، جاهل بنفسه لا يعرف نفسه. هذا المعنى العظيم اللي في الوجدان ديالك والإحساس ديالك والوعي ديالك، كونك كتشعر بالحياة. إذا جاء البرد شعرت بنوع من البرودة وبنوع من الإحساس، واللي كيجي البرد في أيام البرد كتجيك البرودة وكيوقع لك إحساس بالبرد، ماشي الإحساس المادي البدني، يعني جاك البرد خصك تغطى، لا أبعد من هذا، شعور بالإحساس بالحياة، كتحس بالحياة، تتذوق معنى البرودة. والما كيجي الصهد كتضيق في حوايجك وتخفف عليك ملابسك، ثم تشعر بمعنى الحياة أنك حي، كيجيك الصهد، شيء عجيب. وكذلك حينما تحزن وحينما تسعد وحينما تستريح وحينما تشقى وتتعب، كل ذلك يشعرك بالحياة أنك حي، تتذوق الحياة وتشعر بامتدادها في نفسك، ولك طموح وآمال ورغبات ورغائب، عندك طموحات وبغي تدير وبغي تصنع، كل ذلك حياة في نفسك، دال على وجود شيء يربطك بالكون، وكتحس بضخامة هذا المعنى وبعظمة هذا الشيء في وجودك. رب العالمين إذ ينبهك إلى هذا المعنى يخبرك أن هذا المعنى الذي تستشكله وتستعظمه موجود في أدق الكائنات، وهي الذبابة والبعوضة. حتى البعوضة راها بحالك، تشعر بالحياة، تشعر بالآمال، بالطموح، بالرغبات، تستلذ الأشياء وتستقذر الأشياء، وتشعر بالحر وبالبرد وترغب وترهب، كل ما فيك فيها من معاني الحياة. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني هذا كائن حي عجب، كائن حي بعوضة تأكل ثم تبحث عن رزق وترزق وتدخل في مشمول قوله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، بمعنى أن الله عز وجل مذ خلقها قدر لها رزقها من لحظة عيشها وبدئها الحياة إلى لحظة إسلام نفسها لربها. شيء عجيب جدا، مقادير غريبة جدا أن تدرك من خلال هذه البعوضة اسم الله عز وجل الحي المحيي جل وعلا. بعوضة شنيولة، يعني اللي انت تستهشها، يعني بسهولة كتلقاها في الدار ديالك ولا في فراشك ولا في الحيط ديال الصالون ديالك، بسهولة كتهز صندالة ولا أي حاجة وكتضربها وتقتلها كأنك يعني شيء بسيط، أنت لا تدري ماذا صنعت، لقد قتلت شيئا اسمه الحياة. مش معنى هذا الشيء يعني الإنسان ما خصوش يقتل البعوض، لا طبعا كلا، ولكن احنا نظرا لأنه شيء تافه بالنسبة للاعتقاد ديالنا المنحرف عن إدراك معنى الحياة، نقولوا هذا شيء تافه مؤذي، وصحيح يؤذي في معنى، ولعل فيه حكمة من الصلاح والإصلاح فيما قد لا نعلم. فما خلق الله شيئا في الكون عبثا، ما خلق الله الخلق إلا لحكمة ووظيفة يؤديها لمن؟ لصالحنا نحن البشر، علمنا ذلك أو جهلناه. وذلك قول الله المنطوق في القرآن، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما في الأرض جميعا، بدءا بمن قرض من الحيوانات قبل وجود الإنسان،
وانتهاء بأدق شيء مما هو كائن الآن، كل ذلك خلق لك أنت أيها الإنسان لتعيش على وزان من التوازن، ولتعيش على وزان من الراحة في هذه الأرض، الراحة المعيشية التي تهيئ لك الجو لعبادة الله الواحد القهار. هذه البعوضة لما تقتلها فكر، ماشي خصنين تفهم مزيان، انا خايف يمشي يفهموا بعض الاخوان غلط ويقولوا راها ما خصناش نقتلوا البعوض، لا طبعا ليس هذا هو المقصود، ولكن قدر ماذا تصنع. انت تضع حدا لشيء اسمه الحياة، حينما تضربها أتستطيع ان توقظها من جديد؟ لا تستطيع. عجيب فعلا، راه هذا المعنى غريب جدا، معنى الحياة جسم ضئيل دقيق فيه واحد الشيء اللي به انت كاين، وليت بحالك بحال البعوضة في معنى، معنى الحياة. كما أنت حي هي أيضا حية، كما أنت تتذوق هي أيضا تتذوق، وتشعر كما تشعر، ولذلك عندها الرغب والرهب. الرغب والرهب يعني كتخاف وكتقلب على شي حاجة ترغب، فترغب في الطعام وفي أي شيء يلذ لها، تقلب على الجسم باش تعض وتجبد الدم لتتغذى، وأيضا اللي تهد عليها إلا شعرت بك هد عليها كتهرب. فإذا فيها إحساس بالحياة، وما دون ذلك من الحيوانات التي لا ترى بالعين المجردة، أشياء غريبة، الذين يعرفون مجال الجراثيم التي لا ترى، وأصنافها تعد عندهم كما نرويه عنهم بالملايين. غريب، مجتمعات، أمم، أممون أمثالكم، أمم عجيب، وكلها تعبد ربها على فطرتها التي خلقها عليها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهو جل وعلا كما يأخذ بناصية الإنسان، يأخذ بناصية أدق كائن من الحيوان اللي فيه الحياة، مش بالضرورة الحيوان بالمعنى اللغوي، انصرف المعنى اللغوي العام، انصرف لنا الكائنات ذوات الفقريات، لا مش بالضرورة، حيوان فيه معنى الحياة، من فعلان عامر بالحياة. كذلك هذه الجرثومة الدقيقة التي قد تعيش في أي نقطة ضئيلة من دم الإنسان أو من خلاياه أو من أي مكان ما من الطاهرات أو الملطخات، هي أيضا تعيش ضمن أمة، عايشة في واحد الأمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحترم الأمم من غير أمم الإنسان، من حيث إن الله خلقها على أنها أمة، رغم أنه من الأمم ما قد يؤذي في كثير من الأحيان في جانب من جوانب الحياة للإنسان، إلا أنه ينفع في جوانب أخرى، وقد نبه الرسول على ذلك، يؤخذ منه إشارات، أي من الحديث إشارات لطيفة عجيبة، وذلك في الحديث الصحيح: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. لولا أن الكلاب، هذا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الكلاب، من حيث إنها تنفر الملائكة من المكان، المكان الذي يوجد به كلب أو صورة كما في الحديث الصحيح، لا تلجه الملائكة، لا تدخله الملائكة. ورسول الله كان مناجيا، كان محدثا، والمؤمنون يستبشرون خيرا على كل حال بوجود الملائكة في المكان، فإذا وجد الكلب نفرت، فلذلك قال لأمرت بقتلها، أي ما يسمى بهمه عليه الصلاة والسلام، هذا معروف في علم أصول الفقه، أي أنه النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأحيان كيفكر يدير شي حاجة وما كيديرهاش، ما كيديرهاش لحكمة راجحة كتبان لواحد المصلحة كبر من هذيك المصلحة الصغيرة اللي فكر يديرها وما دارهاش. همه عليه الصلاة والسلام، أي هم بفعل شيء ثم لم يفعله لشيء رجح لديه. أش اللي خلاه ما يأمر شيء بقتل الكلاب؟ أنها أمة من الأمم، جنس خلق الله، خلقه عز وجل لحكم كثيرة لا يعلم الإنسان منها إلا قليلا قليلا، فهو يؤدي وظيفته في الأرض على قدر الله وعلى ما أراده له من مصلحة وحكمة. فكذلك كل شيء فيه معنى الحياة هو موظف عند الحي، أي حاجة فيها معنى ديال الحياة راه هذاك الكائن موظف كيؤدي واحد الخدمة، موظف عند رب الحياة، عند الحي المحيي المميت جل وعلا. ملي كتكمل الوظيفة ديالو وينتهي دوره الذي قضاه الله له، يأخذ منه معنى الحياة ويصرفه إلى الموت، صافي انتهى دوره تنتهي الحياة.
وكذلك كل نفس من بني آدم. وإنما الرحمن ضرب لنا مثلا بهذه الكائنات الدقيقة لنأخذ لأنفسنا نحن عبرة. راح تأنا وانت لما يكمل الدور ديالك اللي قدروا لك الله فلان غادي يعيش ليقوم بكذا وكذا وكذا وكذا، انتهوا يعني انتهت هذه الوظائف، معنى ذلك أن بعد نهاية وظائفك تموت، لا تزيد لحظة واحدة. ولذلك رباني هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما نزل قوله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بمجرد أن سمعها أبو بكر من في رسول الله عليه الصلاة والسلام يتلوها طرية وقد نزلت عليه بكى، بكى أبو بكر يعني لأنه فهم بأنه هذه الصورة تختم وظيفة رسول الله. كتقول له راه شغلك كمل، إلا شغلك كمل ما بقى لك وجود في الأرض. ففهم أبو بكر منها نعي رسول الله أي وفاته وقرب أجله، فبكى لوفاة رسول الله قبل أن يتوفى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جاءت القبائل العربية من كل فج عميق تبايع رسول الله عليه الصلاة والسلام في عام الوفود، واحد العام من بعد حجة الوداع تسمى عام الوفود، جاءوا القبائل العربية كلها من بعد ما فتحت مكة، كل شيء القبائل العربية جاءوا يسلموا. إذن ما بقي لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقد دخل الناس في دين الله أفواجا، قالوا فسبح بحمد ربك واستغفر، فكان بذلك أن فهم أبو بكر ما ذكرنا من نعي رسول الله عليه الصلاة والسلام لنهاية وظيفته وهي البلاغ. وما عليك إلا البلاغ، يعني وظيفة البلاغ التي أنيطت برسول الله كملت، بلغ الدين إلى كل الناس ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بلغ وصل البلاغ، اللهم هل بلغت اللهم فاشهد. فإذ وصل البلاغ فقد انتهت وظيفته عليه الصلاة والسلام إلا بلاغا من الله ورسالاته، وظيفته محصورة يعني هذا ما قدر له وما قدر له من عمل في الأرض، انتهت وظيفته فانتهى أجله عليه الصلاة والسلام. وكذلك كل الناس تنتهي وظيفته ينتهي أجله. فالحياة إذن التي وهبت لك، هذا المقصود في نهاية المطاف، الحياة اللي تعطت لك تعطت لك ماشي غير باش تعيش وكان تكون حي، لا، إنما أعطيت لك لما سبق أن أعطي لك من وظيفة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فحمل الإنسان الأمانة حمل لوظيفة فأعطيت له الحياة على قدر ما حمل من وظيفة، حتى إذا أدى ما قدر له منها سلب منه الحياة. فالحياة إذن عارية لدى الناس أجمعين، يعني الحياة عند الناس غير مسلفة، حتى واحد ما كيملك الحياة دياله هو غير مسلفة، أنا وأنت وكل الخلق مسلفين الحياة من عند رب العالمين عارية، لأن المالك الحقيقي للحياة هو اللي اسمه الحي، ولا أحد من الناس يزعم أنه الحي أبدا، وإنما أنت حي ليس لذاتك بل لإرادة الذي خلقك في أن تكون حيا، يحيي ويميت جل وعلا. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، البعوضة تحمل معنى الحياة، فهي لذلك خلق عظيم 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 أكبر بكثير من سذاجة كفار قريش ومن في معناهم. إن هذوك اللي قالوا هذا القرآن فيه البعوض وفيه الدبان، يعني استهشوا الدبان، فرب العالمين قال لهم راه كبر منكم وكبر من عقولكم، ما يحمله الذباب من معنى، ما يحمله البعوض من معنى، لا يستطيع أحد من العالمين أن يفتح مغاليقه وهو معنى الحياة. فالبعوض إذا بغيت تعرفها تحل، لا تستطيع، والذي يجهل الشيء لا يستطيع أن يصنعه. الواحد إذا بغى يقلد شيء آلة يصنعه خصو يعرفها كيفاش مركبة كيفاش دايرة. وجهل الإنسان بالكائنات مطلق إلى يوم القيامة، كائنات المخلوقة يعني مطلق إلى يوم القيامة، كيفاش مركبة البعوضة. علم الإنسان بذلك علم مادي، هذا يجي أصحاب
علوم الحياة بيولوجية ويشرحوا لنا مركبة هكذا وهكذا وهكذا، ولكن طيب وبعد كيف تشعر هذه البعوضة بالحياة؟ كيفاش نتصور بأنها حية تدرك تعقل تفهم تخاف تحضر تقبل تدبر؟ هذا معنى مجهول، مستحيل أن يدرك، وهذاك هو الجوهر ديال البعوضة. جوهر البعوضة هو هذا. أما ما نراه وما نستبصره بالمنظارات المكبرة هذاك غير الحوايج ديالها، غير التوب ديالها. أي بدن، فحقيقة الإنسان ليس هو بدنه إطلاقا، ما كان البدن ليعبر عن حقيقة الإنسان، وإنما الإنسان نفس. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. النفس هي الزرعة ديال الإنسان التي خلق منها آدم عليه السلام وزوجه حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء من هذا الزوج أي آدم وحواء الذي خلق من نفس واحدة. ولذلك حينما يموت الإنسان ويندثر بدنه في التراب، يذوب جسدك في التراب، كيمشي البدن، تسيل عيناك ويتناثر شعرك ويذوب لسانك وكل شيء منك حتى عظمك بعد سنوات قد تطول أو قد لا تطول، يتناثر العظم ولا يبقى أثر لجسمك إلا ما شاء الله مما ذكر في الحديث من عقب الذنب في الإنسان. وبالمناسبة حينما ذكرت أشرحه لأنه باش ما يفهموش واحد غلط، لأن الحديث يحدثنا عن بقاء شيء من جسم الإنسان هو هذاك فقرة الأخيرة من العمود الفقري، لكن ليس بالضرورة أنه هذاك العظم كله يبقى، ليس بالضرورة، لأنه قد يموت شخص ويحترق لا قدر الله كل جسمه أو بأي وسيلة من وسائل معروفة خاصة في هذا الزمان، فلا ندري بالضبط ما قد يبقى من ذلك، لعل ما يكون من بقاء الإنسان بذرة ربما لا ترى بالعين وربما لم يوجد وربما لن يوجد حتى في المستقبل، ذلك المجهر الذي يستطيع أن يستخرج ما يبقى من ذلك الذنب أو من ذلك العقب. فمن فهموش دائما النصوص على ظواهرها في مثل هذه الأمور الخلقية. طيب إذن حينما يموت الإنسان ويذوب جسده، فهل معنى ذلك بأنه دخل العدم؟ يعني انشاف خطرة ما بقاش؟ طبعا لا، فعقيدة المسلمين قائمة على أن الإنسان يبقى بعد الموت، بل يدخل مرحلة الوجود الحقيقي. باب الموت هو باب لدخول مرحلة الوجود الحقيقي. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لكن الإنسان مات ما بقاش كيشوف، جسد ديالو مشاف خطرة، العينين اللي كيبصر بهم دابوا، تناثر لحمه في التراب، وهنالك يبصر بحق ويرى الأشياء على حقائقها بغير ما كان يعرف من قبل. هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو هاجر. فإذن أين الإنسان؟ ليس هو هذا البدن، البدن غير بحال في عكاز ركبت عكاز به تتكمل الطريق وتحطه وتمشي، فبدنك آلة تحملك أو تحملها، آلة باش تعيش في التراب في الأرض، وحينما تنتهي مرحلة التراب فإن الآلة لن تعود صالحة لك وتغادرها أو تغادرك، ولكنك تبقى بما أراد الله وقدر لتنتقل بعد ذلك إلى عالم البرزخ، ثم يبعثك المولى جل وعلا في ثوب جديد وجسد جديد، لأنه ثبت في الحديث أن الله عز وجل إذ يبعث الناس ينبتهم، ينبتون مرة أخرى، ينبتون من الأرض نباتا، وذلك بعثهم مرة أخرى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم جل وعلا. فإذا هذه البعوضة التي يدرك منها الإنسان ثوبها، شي كل جبنا على البعوضة ثوب، تلبس ثوبا لا نعرف منها إلا الثوب، ماذا يقول القرآن عن ذلك؟ يقول ذلك مبلغهم من العلم. الإنسان مع الأسف صنيف الطب المعاصر كيصنفوا بالدرجة الأولى بشكله بدن، بينما الطب إن هو إلا علم من العلوم الإنسانية، ماشي من العلوم المادية الطبيعية إطلاقا، لأنه في الحقيقة لو كان النظر إسلاميا، طبعا لأن العلوم المعاصرة تبنات بشكل معاصر خارج البلاد الإسلامية،
لو كان النظر إسلاميا فعلا لنظر إليه من حيث نفس، وهذا البدل لباس لهذه النفس. ولذلك فعلا يتعامل الطبيب مع إنسان كامل آنئذ وليس مع بدن، هذا المعنى بصر به القرآن العظيم: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وبصرنا بمعنى الحياة الذي هو سر الوجود البشري وسر كل حي من المخلوقات الأحياء. فضربه جل وعلا المثل بالبعوض والذباب إنما هو لهذا المغزى الذي نجهله في أنفسنا، فنحتقر الذباب ونحتقر البعوض ونحتقر الحشرات جميعا فقط بالنظر إلى حجم جسمها. ولو نظرنا إلى مغزى وجودها وحقيقة نفسها وخلقتها النفسانية لانبهرنا، ولا عجزنا عن إدراك ذلك، ولا أكبرنا خلقتها ومعناها. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ولذلك قال: فأما الذين آمنوا، آمنوا بالحي المحيي، آمنوا بالله ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيعلمون أنه الحق، أي أن هذا المثل الذي ضربه الله بالبعوض للإنسان حق، والحق عظيم، فيعلمون أنه الحق من ربهم، الحق عظيم والحق كبير والحق جليل وليس بحقير على ما توهمه الكفار. فانظر إلى هذه البعوضة كيف صارت منظارا، ميكروسكوب، منظار تطل من خلالها على العالم، على الكون، من خلال البعوضة التي احتقرها الكفار واحتقروا أن يرد ذكرها أو ذكر الذباب في القرآن. بيّن المولى جل وعلا أن هذه التي يحتقرها الإنسان الذي ضاق مبلغه من العلم فانحصر وانحسر بالحجب المادية الترابية الطينية، لو أبصر حقا لرأى منها عوالم من عظمة الله، ولرأى منها امتدادا لمعنى الغيب الذي نحن خلقنا لنسافر فيه. هذا قدرنا، خلق الإنسان ليسافر في معنى الغيب من يوم ميلاده إلى ما بعد موته. والإنسان غادي كيسافر فين؟ في الغيب، إلى الغيب. وذلك قوله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وملاقاة الرب والكدح إليه، أي السير إليه بمشقة، لأن الحياة كلفة، كلفة تسير إلى مولاك بمشقة طوعا أو كرها، طوعا أو كرها. فالمؤمن يسير إلى ربه طوعا، والكافر يسير إلى ربه كرها. وقد اختارت السماوات والأرض السير الطيع، قالتا أتينا طائعين. وإذ خير الإنسان اختار المؤمنون السير الطيع وهو الطاعة والعبادة، واختار الكفار السير الشاق الكره الذي ما به من ثقل، كأنما يسير إلى ربه مغللا ومغلولا. أي يستطيع الكافر أن يوقف حركة ظله؟ لا يستطيع، إذن هو يسير إلى ربه كرها. أي يستطيع أن يوقف حركة دمه وما يجري بدمه من حياة ومن كائنات عجيبة غريبة؟ لا يستطيع، إذن هو يسير إلى ربه كرها. أي يستطيع الكافر أن يوقف الهرم من أن يدب إلى بدنه؟ لا يستطيع. الجسم ديالنا ملي كان تولدوا وحركة النمو خدمة فيه، كان كبروا ملي تكون في بطن الأم ديالك، وانت كتكبر تنمو في حركة نمو وتوالد للخلايا بشكل غريب عجيب، ثم تولد بعد ذلك وتكون لك صور. تأمل الصور ديالك القديمة، تبدأ تعجب فراسك، كيف كنت وأنت طفل، ثم كيف صرت في السابعة، ثم كيف صرت في الخامسة عشرة، ثم في العشرين، ثم في الثلاثين، ثم في الكهولة، ثم في الهرم. واش انت تبدلت؟ ما بقيتش انت هو انت، انت هو انت، ولكنك اشبه ما تكون بالكتاب له طبعات متعدده، الطبعه الاولى والطبعه الثانيه والطبعه الثالثه والطبعه الرابعه وهكذا. والمضمون هو المضمون، هو الهويه ديالك، هو انت الذي خلقك ربك فلان ابن فلان. تحولات عجيبه، ولكن ماشي لخاطرك، لست انت الذي تختار ان تكون على هذه الصوره ولا تكون على هذه الصوره. والناس يكرهون الشيب ويكرهون الهرم،
ومع ذلك رب العزة يغزوهم بالشيب ويغزوهم بالهرم فلا يستطيعون له دفعا، وإن زوروا منه ما زوروا تزويرا. عمر ما يكون يعني شيء طبيعي شيء المصنع. سبحان الله العظيم، لا أحد يدفع الهرم ولا تجاعيد الهرم عن وجهه وبدنه، وحتى واحد ما قبلها. قاع الناس بغوا يبقوا شباب طول حياتهم على نضارة من الوجه والبدن، ولكنك تسير إلى ربك كرها. فلذلك أعطاك المولى جل وعلا طريق آخر أن تسير إليه طوعا، فلا تلتفت إلى هذه الأشياء الدنيوية، وتلتفت إلى مولاك وإلى رضاه، وتكون النفس آنئذ على طراوة ونضارة وشباب ولو كنت في أرض لعمرك، لأنك تسير إلى مولاك طوعا، أي تستجيب على فعل المطاوعة. أن قال لك استقم فاستقمت. هذا المعنى العجيب الذي يملأنا ونحن في الحياة، يجعلنا نذكر فعلا كيف أننا نجهل أنفسنا ونجهل ما حولنا. ولذلك أمرنا بالتفكر وأمرنا بالتدبر في البعوض وفي الذباب وفي الكائنات الدقيقة والجليلة العظيمة. ولذلك كان القرآن أعظم كتاب يربط الإنسان بالكون، وكيضيع الإنسان كيخسر، والله إلا الإنسان كيخسر، وقد قالها القرآن إن الإنسان لفي خسر، كيخسر من اللي كيتلهى في راسو. عجيب، يوميا رب العالمين يفيض بالجمال على لحظات الحياة ديالنا، وأغلب الناس في بلادة وبلاهة عن جمال الكون وعن تحولاته في سيره إلى مولاه، لأنها آيات. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كل مرة في الغروب كيطلعوا النجوم، شحال من مرة، بل شحال من أيام كتدوز عليك، وشحال من أشهر وشحال من سنوات كتنسى بأنه كاينين في السماء النجوم. وهذه تجربة شخصية وقعت لي شخصيا، يعني في أيام طفولة والشباب الأول كنت عايش في الصحراء، حضور السماء في ذهن الإنسان في البادية كبير، لأن ما كاينش البنايات وما كاينش الأضواء الكثيرة وما كاينش الفتنة اللي تشغلوا باله. كثير ما يتأمل النجوم والكواكب والقمر والشمس، يعني حركة الأفلاك يعيشها الإنسان بشكل كبير ويوميا. ثم انتقلت بعد ذلك لطبيعة الدراسة ثم طبيعة العمل إلى المدن الكبرى. في أول الأمر كنت بمدينة المحمدية قريب من الدار البيضاء، ونسيت شيء عجيب فعلا وقع لي، نسيت باللي راه كاين شي حاجة اسمها السماء، بسبب الانغماس في الحياة المادية الاجتماعية. ثم أن الذي يذكرك لا يظهر، يعني النجوم والأضواء ديال النجوم ما كتشوفهاش لكثرة الأضواء ولطول البنايات وكثافتها. وحدث لي فعلا واحد الحدث وجداني غريب، أني في ليلة من ليالي لأرق ما حدث لي، خرجت في وسط الليل لواحد الحديقة وبشكل لا أدري انتبهت للسماء فرأيت النجوم وتعجبت، يعني وقع لي بحال لا شفت شي واحد مدة ما شفته، وعاد شفته وفرحت به، شي غريب جدا. قلت شوف سبحان الله، مضى زمان طويل ما نظرت لا في السماء ولا في النجوم ولا في الكواكب، نسيتهم. وهذا شيء خطير، علاش؟ يبلد حس الإنسان ويفقده طراوة الإيمان وحلاوته. ولذلك مدح الله عز وجل المؤمنين الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، لأنها آية. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فعلا لما كتمر في لحظات الغروب، لحظات الشروق، لحظة الفجر التي يحرم منها كثير من الناس، ومن حرم الفجر فقد حرم جزءا من حياته. للأسف اللي داز عليه الفجر هو ناعس، فكأنما فقد بداية الحياة، جمع الطل من يومه. ومن كان ذلك دأبه كل أيامه فإنه لا يعرف الحياة، ولا يعيش من عمره إلا قليلا 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 ولو امتد إلى 100 سنة. لحظة بداية النهار هذه لحظة خصك تكون حاضر ما غيب فيها، تسجل حضورك لتتنفس البداية. ليس عبثا أن أمرنا المولى جل وعلا أمر حتم وإلزام أن نصلي الفجر في وقته، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولذلك في الأحاديث الصحاح تأكيد على صلاتين الفجر والعشاء، من صلى البردين دخل الجنة
وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، في قول الرسول عليه الصلاة والسلام من السنة الثابتة الصحيحة. ومن صلى الفجر فهو في ذمة الله، يعني راه مضمون عند الله محفوظ، لأنه حضر لحظة الانطلاقة. وقال بعض الصالحين: وقت الفجر وقت توزيع الأرزاق، فمن غاب عن الوقت غاب رزقه. ومن أهم ما يستفيده الإنسان من هذا المعنى، وهذه حكمة مهمة جدا، أن حضور الملائكة لحظة الفجر فيه دلالة على أن الله جل وعلا جعل ذلك الوقت وقتا حاسما في يوم العبد وليلته، وقتا منطلقا. وإنما استطردت هذا الاستطراد لفائدته أولا، ولما له من صلة وثيقة بما وقع للإنسان من فقدان الإحساس بالحياة. فقدنا الإحساس بالحياة، وفقداننا الإحساس بالحياة يفقدنا الإحساس بأنفسنا. كيقول لك نسيت راسي، صحيح نسى راسي، وهذه مشكلة كبيرة. القرآن يربطك بالحياة، يربطك بالبعوض، بالذباب، بالكون الممتد إلى أقصى الآماد التي لا يستطيع خيالك أن يستحضرها. اقرأوا القرآن وتدبروا آياته فإنه مفتاح لكل مغلق. تبصروه بصائر، هذا المعنى العجيب الذي يذكره القرآن، بصائر، والذي أركز عليه كثيرا: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وكثير من الناس اليوم مشكلتهم العمى، معمي البصائر والعياذ بالله. الحياة تتدفق حوله، حياة تتدفق وهو بليد لا يشعر بها إطلاقا، لبعده عن القرآن، لبعده عن تذوق هذه الأشياء اللي كان تصوروا احنا يعني عادية بديهيات، ما كيناش في الدنيا شي حاجة عادية. واللي كثير فيه التأمل راه ديما يعيش في العجب، ديما يعيش في العجب. أعطيكم واحد المثال: خلق الله لنا من حوادث الزمان هذه السيارات والطائرات. الإنسان من اللي كيتوصل لشي حاجة جديدة كتبدأ تجي عجب، والإنسان من اللي يشوفها لأول مرة واخا هو ماشي يصنعها عاد وردت عليه كتجي عجب، ولكن مع المدة كيولفها يولفها حتى كتولي عادية. واش هي في الأول ما كانتش عجب؟ كانت عجب. ما بقتش عجب؟ لا، باقي عجب، غير الإحساس دياله اللي مات. أنا بالنسبة لي باقي البسكليت دابا كيجيني عجب فعلا. لو تأملت سر الحياة وسر التوازن وسر الجاذبية، وتوازنات غريبة سخرها الله للإنسان بحيث يستوي فوق الدراجة النارية ولا العادية وما يطيحش، ما يطيحش، شيء عجيب. إيه الآن كيجيك طبيعي عادي، لأنك لا تتأمله، ولو تأملته لتعجبت. صحيح الله عز وجل جعلنا يجي الإنسان راه يفسر، ولكن هذا التفسير غريب، كيف اجتمعت هذه المكونات جميعا باش الإنسان يركب على بشكلت وما يطيحش؟ إذن في خلقة الكون حكم، حكم متكاملة، جت واحدة من الجاذبية، وجت واحدة من طبيعة الإنسان، وجت واحدة من صناعة الدراجة، وجت واحدة من أشياء متعددة ليستوي الإنسان على دراجة نارية وما يطيحش، شيء عجيب جدا. فما بالك بالسيارات والطائرات، شيء غريب. صحيح أنه غادي يمكن الإنسان يفهم يعني النوامس الربانية التي اكتشفها الإنسان وسخرت له لتكون الطائرة على مرتفع معين ولا تسقط وتسير، ولكن أرأيت لو أن الله لم يجعل في الكون هذا الناموس، هذا القانون الطبيعي الذي اكتشف فكان به أن طارت الطائرة وهي تحمل الأطنان من الثقل ومن الحديد. عجيب. ويخلق ما لا تعلمون، عجيب فعلا. كل شيء، كل شيء يتأمل الإنسان فهو فيه غرابة لا تنتهي، غرابة لا تنتهي. يحدث العلماء أحاديث عجيبة عن ارتباط الزمان بالمكان. الزمان عنده ارتباط بالمكان، يعني الوقت ديالنا في المغرب ماشي هو الوقت اللي عندهم في الجزائر، ماشي هو اللي في تونس، ماشي هو اللي في السعودية، ولكن هذا هانت كتعرفوا. دابا كاين التلفزيون كدير البارابول ديال السعودية وكتشوف مثلا ترك العصر كيودن عندك وما راه كيصليو المغرب. ولكن لو عشت هذا بالتجربة لفزعت. الناس كيركبوا في الطائرة مثلا، وهذه شخصيا وقعت لي هذه التجربة، ركبت في وقت معين هنا وخرجت في وقت آخر هناك، حسست بأن طرف من الحياة ديالي ضاع. هكذا جاني الإحساس، ما عشتش واحد اللحظات معينة خصني نعيشها، وقع لي واحد النوع من الشعور بالنقص، شيء غريب جدا. ارتباط الزمان بالمكان.
إذن أنت مرتبط بالأرض، طبيعتك في الأرض ليست هي طبيعتك في السماء. حينما تتحول من التراب إلى البرزخ، الإنسان سر، وما أصدق ذلك العنوان الذي كتبه طبيب فرنسي، الإنسان ذلك المجهول. واحد يقول له أليكسيس كارين، فعلا هذا عنوان حكمة، حكمة، سواء كفر صاحبه أو أسلم الله أعلم به، ولكنه حكمة عجيبة. الإنسان ذلك المجهول، وإن الجهالة به بحيث لا يستطيع أحد أن يعرف نفسه على التمام والكمال. ليكون بدي تحقق في نفسك، تخلعك نفسك وتجيك الغربة من نفسك. يعني الإنسان عادة من اللي يكون حدا الناس برانيين كيقنط، كيجيه الوحشة، كيقنط. إلا بدي تأمل نفسك غادي تخلعك نفسك، بحال راك مع البراني وتقنط من نفسك وتقلب على اللونيسة. أين تجدها؟ عند مولاك الذي خلقك. ولذلك قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لأنك إذا تأملت نفسك استغربتها، تجيك غريبة، تولي خايف من رأسك وتبحث عن دفء ترتاح. لا تجد إلا أسماء الله الحسنى، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، وتعيش راحة عجيبة أن تقول وإن جهلت نفسي فإنني عرفت ربي. وبمعرفتك ربك تستأنس بنفسك، كتعود تولف نفسك وترجع لها مطمئن مرتاح. وهذا من أدق الأساليب العلاجية في القرآن للنفس الإنسانية. من الأمراض النفسية الآن اللي هي خطيرة ومدمرة المجتمع، حينما يفقد الإنسان الثقة في نفسه ويتصب الوسواس، فاقد الثقة في نفسه. يعني النفس دايره بحال شي بني راب البني ديالو، يحتاج إلى إعادة بناء. وعادة الطبيب هذا الذي يصنع، يعيد تركيب نفس الإنسان المدمر المخرب. القرآن يصنع ذلك لمن تدبره، يصنع ذلك بأدق ما تكون الصناعة، يعيد بناء النفس الإنسانية، يعيد تشكيلها من جديد مستوية. مش حال ديال الوقت 5 دقائق، فعشرات دقائق في صلاة تصليها لمولاك، ركعتين تقرأ شيئا من القرآن، وتجد لذة في ركوعك، وتجد راحة وطمأنينة وسكينة في سجودك، أن حمدت الله، أن الحمد لله رب العالمين. وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عليكم بصلاة الليل، فإنها دأب الصالحين قبلكم، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. ومطردة للداء عن الجسد، أي تطرد على صيغة المبالغة، تطرد الداء عن الجسد، صلاة الليل. وإذا كانت تطرد الداء عن الجسد، وسأقف على هذا المعنى، فهي تطرده عن النفس من باب أولى وأحرى، لأن الصلاة بالدرجة الأولى قبل ما تكون حركة بدنية هي حركة نفسية. وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا قرب نفسي، مش قرب مكاني. أما أن ترك في التراب ساجد لمولاك، ومولاك في السماء جل وعلا من علو، وأنت في الأرض. فالقرب هو قرب نفسي، قرب روحاني، قرب تعبدي. فإذا الصلاة حركة نفسية تعبر عنها، يعني عن هذه الحركة النفسية تعبر عنها حركة البدن، والبدن تابع للنفس في الصلاة وفي غير الصلاة، في العادات وفي العبادات. بنادم إلا خسر له القانة ما يعرف يدير حتى حاجة، ما يعرف يبيع، ما يعرف يشري، ما يعرف يخدم. البدن تابع للنفس في كل شيء، في العبادة وفي العادة. فإذا نص الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة دواء للبدن، فمن باب أولى وأحرى أن تكون دواء للنفس. وما شفي البدن بالصلاة إلا لكون الشفاء نزل على النفس فأفاض عليها، حتى أفاضت النفس من ذلك على البدن. ومعروف من القديم والحديث العلاقة الوطيدة بين الجانب النفسي والجانب المادي في الإنسان، فالأمراض تنتقل من البدن إلى النفس، ومن النفس إلى البدن، وكذلك الدواء. كما أن الأمراض تنتقل من هنا لنا، كذلك الدواء ينتقل من النفس إلى البدن. حينما يصلي العبد لمولاه ركعتين أو أكثر ساجدا لربه، راكعا تاليا ذاكرا، فإنه يشعر إذا سكنت نفسه وطمأن وجدانه وخلى قلبه من الشواغل وفرغ عنها،
وتفرد بمولاه الذي خلقه وحده دون سواه، فني عن غيره جل وعلا كما يعبر أهل التربية، فإنه آنئذ يستمد من مولاه من أسمائه الحسنى كل معاني الجمال وكل معاني الرحمة وكل معاني القوة، وتتحول حاله، يتحول الإنسان ويتأثر آنئذ بدنه بما وقر في نفسه بل بما فاض عن نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي الصحابة والمسلمين من خلالهم بأن إذا صلوا أن يطمئنوا، وقال في الحديث، هذا واحد الحديث يعبر واحد تعبير عجيب وقد لا يفهمه بعض الناس في بعض ما ينطقون به من أحكام، ولا نكفت الثياب والشعر، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أنه الإنسان اللي بغى يصلي بدأ يطوي كمامه ولا يجمع جليله، ماشي المعنى ديال أنه يسبل الثوب دياله، لا ليس هذا المعنى، هذا معنى آخر مختلف عنه، يعني أنه الإنسان اللي بغى يسجد لله عز وجل في الصلاة دياله وكانت جلابته جديدة كيبدأ بنادم يقفض حوايجه باش ما يتسخلوش، هذا مكروه، أو أنه كيبدأ يطوي كمامه ولا يطيح له القب ديال الجلابة دياله ولا إلا عنده ذاك الكاشني مدلي كيبدأ يجمع باش ما يتسخلوش حوايجه. أنت الآن عبد صلاة، خارج الصلاة عبد، وداخل الصلاة حقق العبودية في أعلى مراتبها، والعبد ذليل، كل معاني الكبر خصك تحيدها في ثوبك وفي شعرك. الصحابة كانوا يديروا الشعر طويل، وقد أسلم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وله أربعة غدائر، سمعوها الناس في هذا الزمان ديوم غريبة، يعني الضفاير، عنده أربعة ديال الضفاير في الرأس دياله، ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان يطيل شعره عليه الصلاة والسلام، لكن طبعا ليس تقليدا لليهود والنصارى كما يفعله التافهون من الشباب اليوم، لا، فإذا كانت عادة عند العرب والمسلمين أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الإنسان إذا سجد كان عنده شعر طويل وطحله قدامه ما يجمعوش، لا يكفته، أي لا يجمعه، كافة الشيء يكفته جمعه أحزمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمره بأن لا يكفت الثوب ولا الشعر. واحد الصحابي كان كيصلي وجمع شعره، كان عنده شعر طويل، وجاء صحابي آخر من خلفه والحديث أورده الألباني رحمه الله، يعني هذا الحديث هذا الذي هو فيه معنى اتباع الصحابة للسنة، وجاء الصحابي من وراه كيحللوا الشعر دياله من الحزيم اللي حزمه وطلقوا له، فحينما سلم ذلك الصحابي الآخر من صلاته كان به نوع من الغضب، علاش الأخر دار له هذاك الشيء، فذكر له حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا نكفت الثياب والشعر. ما المقصود من هذا الشيء؟ المقصود منه أن تصلي مطمئنا، أن يشعر بدنك بما ينبغي أن يقع في نفسك من الخضوع لله الواحد القهار، خاضع بحال الشجرة اللي كتميلها الريح وتميل، ما كتشد لا عرجون ولا عنقود ديال العنب ولا رمان ولا أي شيء، كل شيء كيدل في الاتجاه اللي عليه الريح، يعني تميل. فكذلك أنت إذا صليت وملت في ركوعك أو سجودك كل ما عليك يميل ويركع ويسجد بركوعك وسجودك، فكيبقى البدن ديالك فيه راحة في الأعصاب ديالك، يعني ماشي ساجد وانت معصب ولا راكع وانت مزير، رخي راسك، اطمئن حتى يطمئن جسدك، حتى يطمئن ظهرك، حتى تطمئن وأنت ساجد، حتى تطمئن وأنت جالس، كما في حديث المسيء صلاته اللي مثل به الفقهاء كثير، إذا ركعت فاطمئن راكعا، إذا سجدت فاطمئن ساجدا، إذا قمت فاطمئن قائما، ارتاح ارتاح صلي مرتاح، ماشي يعني شعر بواحد النوع ديال يعني مزير بحال هز شي حاجة، لا رخي راسك، ماشي ترخي راسك تنعس، لا ليس هذا هو المراد، ولكن تكون يعني فراحة، لتكون الصلاة صلاة. من الأدعية ديال النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده عند قيام الليل أنه كان يقول اللهم لك خشع سمعي وبصري وعظمي ومخي وعصبي، خشوع الأعصاب، خشوع المخ، يعني خشوع الدماغ، خشوع الجهاز العصبي بلغة اليوم، خشوع الجهاز العصبي، خشوع كل الأجهزة التي فيك، خشوع الدورة الدموية، القلب يدق بشكل مطمئن مرتاح والدماء تتدفق بتوازن في جسمك، هذه صلاة كاملة، ولا يستطيع الإنسان أن يحققها على تمامها إلا ليلا، لأن النهار كيكون بنادم مشطون، تعيا ما تطمئن
لابد شوية ديال الفطنة يبقى في الصلوات النهارية. ولذلك كانت صلاة الليل متفردة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، لأن صعيبة شكون اللي قد ينوض في الليل، أشد وطئا ولكن وأقوى مقيلة، ما كاينش صلاة بحالها في آثارها النفسية والروحية والعلاجية كما نص عليه الحديث. كل ذلك لأن المؤمن يتربى على ذوق يشعر بالحياة، فعلا الصلاة تجعلك تشعر بالحياة حتى إذا انصرفت منها رأيت الكائنات جميعا تصلي، تشوف البقة أو البعوضة أو أي حشرة التي أنت تستقدرها وتبصرها، تولي تشوفها عندك الساعة تبصرها. وكيف تبصرها؟ تبصرها من خلال قوله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من المبصرين المتبصرين. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من العمين. اللهم بصرنا بالحق في الحق، واجعلنا لك على الصراط المستقيم. اللهم اجعلنا من الثابتين لا المبدلين ولا المغيرين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وألسنتنا على صراطك المستقيم، ذاكرين خاشعين متبتلين، وارزقنا الإخلاص في أقوالنا، وارزقنا الإخلاص في أعمالنا. ونعوذ برحمتك مولانا أن تخالف أقوالنا أعمالنا، ونعوذ برحمتك مولانا أن تخالف أفعالنا أقوالنا، ونعوذ بجلالك وجمالك أن نزيغ أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، اللهم خذ بنواصينا إلى دينك القويم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا لك من الشاكرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين وآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.